تاني هنبدأ في مثال عطيتك إن شاء الله، مثال واقعي شوية بس فيه شوية أفكار هناخدهم تدريجيا، خدهم إن شاء الله تدريجيا. فبنتكلم على فكرة إن مثلا لو أنا البرنامج بتاعي هيسأل اليوزر يقول له دخل المبيعات بتاعت الفرع الأول، دخل مع الفرع الثاني الفرع الثالث، أنا ما أعرفش هيخلص إمتى. بعد ما بيخلص الفروع بقول له مثلا دخل سالب واحد لما أكون خلصت الفروع، ولما يدخل سالب واحد أعرف إن الفرع ده خلص، ف أو دخل أي حاجة أي رمز معين. أو أقول له في طريقة تانية، أقول له إيه؟ عندك كام فرع؟ يقول لي عندي 15 فرع، أقول له خلاص، فأقوم مطلعه عن اللوب من واحد ل 15 أو من واحد ل 16 عشان يبقى لغاية 15 بالرينج يعني. وأقعد أسأله على 15 فرع، كل فرع مبيعاته كام؟ وأقفل. دي طريقة، ده أسلوبه، ده إيه؟ في الحالتين أنا هعمل السيلز دي، المبيعات بتبقى عبارة عن لستة إيه؟ لسه فاضي. تمام؟ ايه رايكم نعمل ان هو يقول لي هو عنده كام فرع وبعد كده اشتغل، ولا نعمل هو يدخل زي ما هو عايز يدخل؟ ها؟ انا حدد للدكتور، حدد للدكتور يحدد له كام فرع؟ صح؟ ده تقصده ولا يدخل لغايه لما يخلص وخلاص؟ ده يدخل بعدين يخلص من خلال. طيب لو احنا عايزين نعمل فكره ان هو ما يحددش، خلينا نعمل الاثنين، خلينا نعمل دي وبعدين نرجع نعمل دي، خلينا نفكر مع مع الليست هنشتغل فيها ازاي. انا الاول ممكن اقول له رينك نمبر اوف برانشز، عدد البرانشز اوف براند، براند وقلت له طبعا هو رقم اكيد صحيح وعامله بانبوت صح؟ انتر نمبر دخل لي عدد الايه الافرع. ماشي حلو، هيدخل 3 4 2 زي ما يكون. ماشي هو جاي عامل 4 ماشي، وهنا البرانش تمام ان ايه رينج، والرينج بتاعي هيبقى من كام؟ هيبدا معايا من صفر صح؟ لغايه عدد البرانشات. ده الرينج بتاعي. حلو الكلام؟ هعمل ايه بقى؟ كل مره هقول دخل لي قيمه مبيعات الفرع، قيمه مبيعات الفرع واضيفها على السيلز. يعني انا محتاج كمان البراند ده طبعا هيبقى 0 1 2 3 كده، فهقول له السيلز اللي هي المبيعات اوف البرانش. البرانش اول مره هيبقى بكام يا شباب؟ اول مره بصفر صح ولا ايه؟ صفر. اول مره بصفر، فهقول له هدخل بس فلوت انبوت عادي، اقول له enter sales of branch number كام؟ number واحط البراند صح ولا ايه؟ احط الايه؟ بس عيب عندي ايه هو؟ العيب اللي هيحصل عندي ان هيطلع البرانش رقم 0. هو الناس بتفهم البرانش رقم 1، البرانش رقم 2، رقم 3 صح؟ ما تفهمش كلمه برانش رقم 0. هنظبطها هنظبطها، بس على العموم كده انا بجمع البرانشز. طب سيبني من اللوب ده خالص، ممكن انا اقول له ايه؟ انتر سالب واحد واكزت صح؟ انا عندي لا انا اسف، احنا واخدين منه عدد البرانشات. انا اسف انا دخلت بعض، احنا داخلين واخدين منه عدد البرانشات بتاعته. في الاخر اقول له بس دلوقتي مؤقتا اقول له برنت السيلز دي افرجكم عليها ماشي، بس فالمفترض ان انا هاخد منه رقم واشتغل عليه. اخر هطبع بس الري بتاعتي، لو دوست كده كنترول اس و اف 5 هيقول لي انتر نمبر اوف برانشز، انا عندي 5 فروع.
ضرب لينك قال لي انبوت ايه؟ ات موست سوري ليه؟ لو قلت سيلز اوف اوف زيرو هيقول لي السيلز اصلا ايه؟ امبتي صح ولا ايه يا شباب؟ امبتي ينفع؟ احنا خدنا حاجه اسمها ايه؟ ابن بن بن ابن ما عندناش معنى لسه امبتي هي فاضيه لكن ابن تاخد دوسنا طيب غيرنا هو واحده واحده دوسنا في خمسه كم فرق بخمسه؟ قال لي ايه؟ وان ارجمنت جود انا هنا عشان عملت هنا كده المنظر ده كنت عامله بس تحسينا يعني فانا هعملها بالفورمات يعني اعمل له اف واقول له انتر سيلز اوف برانش نمبر تمام ومحصل الايه البراند سبيس فول سبيس هذا المنظر ده ماشي عملتها بالفاضل الفورمات عشان بس تبقى تطلع بشكلها منسق بس كنترول اس واف 5 قال لي كام فرق 5 قال لي انتر سيلز وبرانش نمبر كام؟ رقم 0 قلت له ماشي 100000 250000 300000 قلت له 700000 قلت له امين قلت له كام؟ 630000 ايه اللي حصل لما جيت اطبع الاري؟ جميله عملها اري كامله فعلا وحط فيها ال 100000 و 205000 و 300000 و 700000 و 630000 كله تمام وجمعها لك اري اما ان احنا نصلح دي صفر واحد اثنين بلا ما يبقى كده ماشي صفر واحد اثنين اربعه هم خمس فروع فالمفترض يقول لي ايه؟ بران بلس 1 عادي جدا والطريقة دي لو جيت قلت له قال انت عندك كام فرع فروع؟ عندي ثلاث فروع هيقول لي دخل ايه؟ الفرع الاول صح؟ قلت له 100000 120000 مثلا 30 300000 فعادي جدا حط عمل لي اري فيها 100000 و 120000 قال دي فيها مشكلة يا شباب؟ لا دي حركة كويس حركة ان احنا نقدر نعمل ايه؟ نعمل فكره ان احنا الاري بتاعتنا بنابند فيها وبتتحرك على حسب المدخلات. الاسلوب الثاني انا لا مش هقول له انتر نمبر اوف برانشز لا انا هقول له دخل على طول او سالب واحد واخرج فهو بيدخل لغايه لما يدخل سالب واحد يخرج فهمتوها؟ نعم فلو جيت عملت كده ده عملتها اكزامبل 65 فانا مش هقول دخل لي عدد البرانشز ومش هينفع معايا الفور ولا ايه؟ مش هينفع معايا الفور اشتغل وايلد لان الوايلد بتاخد كونديشن وخلاص كونديشن وخلاص ايه الكونديشن اللي انا محتاجه؟ عندي مشكلة في الكونديشن. فمضطر ان انا اعمل ايه؟ بص بقى على الحركة وارجع تاني اظبطها برضه. وعامل كده اقول سيلز دوت ابند واخد من اليوزر انتر سيلز اوف برانش نمبر. سيبك من برانش نمبر كام دلوقتي. وبرانش اور سالب 1 تو ايه؟ اكزيت. ماشي؟ يعني يدخل قيمه مبيعات الفرع او سالب واحد عشان تخرج. ماشي يا مان؟ نعم. اقول له ايه؟ لف لو السيلز اوف زيرو. ماشي؟ سيلز اوف ايه؟ اوف زيرو. تكون لا تساوي سالب واحد. لان يعني بالنسبه لي واحد ايه؟ هي الخروج صح ولا لا؟ نعم طيب الفكره لسه فيها مشاكل كتير انا عايزكم تحاولوا تشغلوا مخكم شويه يعني بحاول اقرب لكم بس انتم لازم تحاولوا تشغلوا مخكم معاك في التركيز لان يعني انت كل الادوات دي دلوقتي انت متعلمها بس المشكله في تشغيل مخك طيب انا عندي كذا مشكله في الوايل دي
اول مشكله ان انا دايما بسال على السيلز اوف زيرو لاكس هو سالب واحد، وهي لو الراجل دخل اول قيمه، لو الراجل دخل اول قيمه بالك مش بصفر مش بسالب واحد، فكل مره هيلف هيلاقي ان السيلز عمرها ما تبقى بسالب واحد، عمرها ما تبقى بسالب، انت كل شويه بتقبل شويه بتقبل بعمل كاونتر يا دكتور. عليك نور، عشان عارف انا واقف فين، عشان ابقى انا عارف انا واقف ايه، واقف فين، يعني هعمل حاجه اسمها البرانش صح، وتبدا بكام؟ زيرو. زيرو صح، وهنا اقول له ايه دخل الايه؟ البرانش. يبقى كده زيرو. حلو، ولما ياخد يدخل قيمه اخلي البرانش بكام؟ بلس 1، ازوده بواحد، فابقى عارف ان انا الوقت واقف عند ايه؟ عند البرانش اللي بعده. بطلع فوق اسال على البرانش اللي لسه داخل، البرانش اللي لسه ايه؟ اللي لسه داخل. صحيح. عشان اقدر اعرف اخر برانش لو مدخل فيه سالب واحد ولا مش مدخل فيه سالب واحد. لما يدخل فيه سالب واحد الكونديشن ده هيضرب والدنيا هتقف. طيب ماشي، كنترول اس وسيف ورن، قال لي دخل السيلز اوف برانش او سالب واحد نيجاتيف. قلت له يا عم 100,000 20,000 70,000 هو بص بياخد معايا ملوش دعوه، واخدين بالكم؟ 120,000 نعم. ايه؟ دخل الفاليو السيلز. دخل 20، دخل 30، دخل مليون، هو ما ملوش دعوه بالموضوع يعني. هو بياخد لغايه لما انت تدخل ايه؟ ماينس 1. ماينس 1 صح كده؟ لو انا دخلت زيت خلاص او دخلت برول عندي هدخل ايه دلوقتي؟ سالب واحد صح؟ لما دخلت سالب واحد ايه اللي حصل؟ خلص وقفل وطبعا الادي 100,000 وال 20,000 وال 70,000 وال 12,000 وال 60,000 وال 60,000 وطبع السالب واحد. لان السالب واحد دخلت بالفعل. السالب واحد ايه اللي حصل فيها؟ دخلت بالفعل صح؟ يبقى انا عايز اعمل ايه؟ اديليت من السيلز اوف برانش، يعني اخر برانش يحصل له ايه؟ ديليت. ليه؟ لان انا مطمن ده اكيد هو بتاع السالب واحد، دايما دايما اخر واحد سالب واحد، لانه مش هيطلع بره الوايل الا لما يدخل سالب ايه؟ دكتور مش ريموف افضل؟ انه ديل هيك هيك مش معناها انه كل صح يطالع صح مزبوط مزبوط ينفع كده وتنفع لان انا هنا بقول له ايه؟ بقول له سيلز اوف الرقم. نعم فدي اللي انا معلم عليها دي دلوقتي بترجع لك القيمه، فدل القيمه صح؟ نعم نعم هو بيحذف اخر واحد لاست نمبر. انا اعملها كده اقول له سيلز او البوب دوت ريموف او بوب او البوب عشان انا معايا الايه؟ معايا الاندكس صح ولا ايه؟ صح. اقول له الايه؟ البراند البرانش ما هيبوب لي، وممكن اقول له بوب وخلصنا، انا لسه هحدد. ما البوب بتريموف اخر واحد يا شباب، اخر واحد نعم صحيح، وانا اللي عايز ان انا ريموف اخر واحد، ان هي تريتر مش فارقه معايا، ما انا عارف ان هو سالب واحد. لو جينا جربنا كده قلت له يا عمي اول مبيعات عندي غلط، قلت له 30,000 60,000 90,000 قلت له خلاص زهقت، قال لي 30,000 60,000 90,000 شال اخر ايه؟ اخر ايتم صح ولا لا؟ دكتور لو بنحط البرانش هسه النمبر برانش يعني عشان يطلع لي النتيجه بحط لين ايه معلش؟ بدي اطبع مثلا يعني دخلت مثلا هسه انا ارقام الفاليو تبعت السيلز بدي اخر شيء مثلا طبعت الري بدي اطبع النمبر برانش يعني ارقام البرانش بعمل دوت لين ماشي لو رجعنا عملنا عدد البرانشز احنا اصلا عندنا مين؟ عندنا البران الاوري دوت سهل ممكن اثبته اساسا لا مش فارق معايا اقول له دخل البرانش رقم واحد ولا ليه معنى صح ولا ايه؟ نعم لكن هنا هقول له بقى البرانش رقم كام؟ اقوم جايب الفاريبل اللي اسمه بران بلس 1 بس بلس ايه؟ بلس 1 كده لو جربت هيبقى في غلط ليه؟ لان احنا بنزود رقم البرانش بعدين صح يعني انا
لان ايه هيديلك بواحد برضه. انا بس هخلي ايه زياده في الاول عشان نحس بيها، عشان نحس ايه نحس بيها، عشان احس بيها وانا هنا وانا هنا وانا بطبعها تكون زادت، مش اطبع كده زود ما احسش بيها. فاهمني لي بص كنترول اس و اف 5 بس هيك مش هزود مرتين؟ لا لا او بص قال لك انتر سيلز او برانش رقم واحد او سالب واحد، قلت له ماشي 60,000. قال لي دخل برانش رقم كام؟ رقم 2 70,000، البرانش رقم 3 وهكذا. توضيح ولا حاجه؟ ما اول مره بصفر اهو، احنا جاي كده طبعا كلمه واحد دي ثابته، كنا ممكن نعمل كده برضو مطلعين دي فوق صح ولا ايه؟ ونمشيها ونمشيها رسمي، نمشيها يعني نظام يعني كده يعني زيها زي اللي تحتيها زي اللي فوقيها كلهم واحد. فخلاص هي اول مره بصفر، انا هطبع انا صفر زائد واحد بكام؟ بواحد. بعد كده يزيد بقى الاول، يزيد عشان يبقى واحد، عشان اقول له برانش رقم واحد زائد واحد تطلع اثنين، البرانش اللي بعده فتزيد واحد، بعد كده بقى اثنين عشان اقول له برانش اثنين زائد واحد تطلع ثلاثه. انا قصدي دكتور البرانش هاي اللي في 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 الانبوت برانش بلس 1 مش هو راح يقرا من العداد ولا هاي يعني يعني قصدي انه راح يزيد مرتين لا لا ما له دخل. برانش كام دلوقتي؟ زيرو زيرو انا فاهم بس داخل الوايل داخل الوايل. كويس كويس انا فهمتك دي ما بتزودش. دي بتحسب بس ما بتعملش اساينمنت. عارف تبقى خطر امتى؟ لو عملت صح كده. صح 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 لو عملت كده كده عملت ايه؟ زودت فيها وايه؟ فعليا فالبرانش زادت زي دي اللي هنا البرانش زادت، لكن انا ما بعملش كده. كده انا بعمل ايه؟ بقول بس الشكل بس البرانش تبقى زائد واحد، لكن هي ما بتزيدش. عملت اساينمنت صح واضح تفضل زي ما هي ما بتزيدش، لكن دي عشان فيها اساينمنت فالبرانش ذات نفسه بيزيد. لكن دي مجرد عرض بس يعني بتتجمع وبتطبع في الهواء كده خلاص تمام. اتمنى ده يكون فاهم ومركزين معانا. الحركه اللي احنا عملناها دلوقتي دي ليها حل مشهور في لغات البرمجه الثانيه اسمها دو وايل. لغات البرمجه غير البايثون، لان البايثون ما فيهوش دو وايل تمام، لكن في لغات البرمجه الثانيه يعني ممكن يوفر عنها شغل بسبب حاجه اسمها دو وايل. حاجه اسمها دو وايل، احنا عندنا وايل بس. فانا بعد اذنكم هحل حكايه فكره الدو وايل اللي موجوده في لغات البرمجه الثانيه هنا في البايثون بس باسلوب كده يعني نوفر. هو بس العيب ان احنا هنا بس مدبلرين الامر بتاع اضافه العنصر، فاهمني؟ مدبلرين الامر ده يعني. لكن انا عايز اقول ان في حاجه ثانيه اسمها دو وايل، فانا هحل نفس المثال بس بحاجه اسمها دو وايل. بس هي ما عندناش دو وايل، بس انا همثلها همثلها. الامر مش عايز ادبلر. واجي هنا وايل هي كانت الثانيه في الاوامر في اللغات الثانيه كان اسمها دو، مفيش وايل، وايل تحت. لان انا لو سالت في الاول يبقى عمري ما هيشتغل. لو سالت في الاول الشرط دايما هيضرب مني صح ولا ايه؟ نعم صحيح. قال لك اعمل ترو، اكتب ترو، احنا عارفين كلمه ترو معناها ايه؟ يعني الشرط ترو يعني هيلف الى ما لا نهايه. يلف ما لا نهايه. صح هيلف مش هيقف. هيقف ملف مش هيقف. واجي هنا وقايل له ايه؟ خد بالك بقى، هم قايل له اف اف كلوز ان السيلز خلاص اوف برانش اللي لسه داخل لو كان بيساوي سالب واحد خدت لي بالك اعمل ايه؟ بريك بريك. فاكرين دي؟ نعم صحيح. بريك اول لما يكون السيلز اوف برانش اللي لسه داخله بسالب واحد بريك يعني ايه؟ اخرج بره اللوب. كان معناها كده، كان معناها اخرج بره اللوب. انا عملت فكره الايه الدوايل بقى ابسط شويه. انا الدوايل عندنا بنعمل وايل ترو على طول وتحت بنعمل بريك على اف اف ببريك. في اللغات الثانيه كنا بنشيل كلمه دوايل دي وبنكتب كلمه دو خلاص، وما بنحطش كلمه اف بنكتب مكانها كلمه ايه؟ وايل. لغات تكبر بنعملها كده. فاحنا هنا بنعملها بالايه؟ بالمنظر ده. انا ليه انا ليه عملتها؟ عشان حضرتك لو في حد يقول لك إيه؟ انا كنت متعود في اللغات الثانيه بيشتغل دو وايل يبقى فاهم
ان هي ممكن تتعملها بس بشكل مختلف شويه. حتى دكتور نحن باللغه واجي تحته وعامل بريك، بس نجربها، الجرب يمكن فيها خطا تصلحها ولا حاجه. دوس انت خمسه ادي 60,000. قال لي ايوه. في ايه بقى؟ ليست اوت اوف رينج. اوت اوف رينج لان هنا صفر ماشي. ما الفكره بتاعتها اختلفت بقى المره دي، صح ولا ايه؟ معايا ولا مش معايا؟ انا الفكره المره دي فكرتي اختلفت، انا اول مره بصفر صح؟ هوب بقيت واحد، هوب بقيت ايه؟ بقيت واحد، انا لسه ولا حطيت في الصفر ولا حطيت في الواحد، احنا كنا الكلام ده كنا بنعمله الاول صح ولا ايه؟ نعم. دلوقتي احنا ولا حطيت يعني احنا بس عشان الطباعه فبرانش بقى برانش رقم واحد، بس فعلا انا في الايه؟ ما في داعي لها دكتور. نعم ايه دي؟ البراند بلس 1. لا عشان نطبع بس مش مشكله، يعني خلينا نتعود ان احنا نبقى متمكنين نعرف نعمل اللي على مزاجنا فاهمني بس مش اكتر. نعم. فخلاص انا دلوقتي البرانش بقى رقم واحد، بس انا فعليا عشان الطباعه رقم واحد، بس انا في الابين ده حصلت في الخليه رقم كام؟ خليه زيرو. دي اول ابند، لان دي اول ايه؟ ابند. اول ابند بتحصل في الخليه ايه؟ زيرو. هي زيرو، بس انا عشان الطباعه كانت واحد وانا مش محتاج ازود واحد، لان انا هنا السيناريو بتاعي برانش زيرو بقى واحد. طب ما اقول له انتر سيلز وبرانش ايه؟ ها؟ وبرانش على طول، لان هي انا اصلا مزودها بقت واحد، صح ولا ايه؟ بقت واحد، فداخل على طول طبعه واحد. هنا بقى انا اقول له ايه؟ سيلز اوف ناقص واحد اللي هي ايه؟ زيرو. اللي هي ايه؟ زيرو. حاسس ان انتوا تهتوا مني، بس انا هوضح ان شاء الله. اجي كده اقول لكم تعالوا معايا نبص عليها بالتركيز. دلوقتي انا مثلا اتخيل ان هي عامله كده. ان القريب ما فيش اصلا اي حاجه. وعندي حاجه اسمها برانش. بران دلوقتي بتساوي كام البران دي؟ تساوي زيرو اول مره. وجي في الوايل ترو وقال لك برانش بتساوي واحد على طول، بقت بتساوي كام دلوقتي؟ وصلت واحد صح ولا ايه؟ نعم. قبل ما اعمل حاجه هي كانت زيرو وهو وصلت واحد. صح ولا ايه يا شباب؟ مظبوط دكتور. سيلز دوت ابند وهي ابند اول قيمه، فطبعا هيطبع قيمه براند اللي هي واحد، انا فعلا محتاج ان اطبع واحد. هي ابند اول قيمه يعني هيعمل كده، هيعمل اول عنصر مثلا وليكن اليوزر دخل في 60,000 ماشي؟ احنا عارفين طبعا ان كل عنصر بيبقى ليه ايه؟ ليه الاندكس بتاعه. حط اندكس زيرو. ليه الاندكس بتاعه، يعني المفترض ان اللي حصل عامل كده. الاندكس زيرو حط في 60,000. هو ده اللي حصل. فلما جيت اقول له اف، هقول له اف ان السيلز صح ولا ايه؟ لان الاري دي احنا مسمينها سيلز. اف ان السيلز اوف براند بواحد. فانا قلت له براند ناقص واحد اللي هي بكام؟ بصفر. زيرو. صفر. لو هي بتساوي سالب واحد يخرج. قال لي لا ما بتساويش سالب واحد. هيكون طالع تاني في الواي. لان خلاص الواي انتهت اهي، ادي الانتيشن بتاعها. لا ترو دخل. زود البرانش بايه؟ بواحد. بقى كام؟ بقى اثنين. صح؟ هيقول لك انتر سيلز وبرانش اثنين صح؟ فالراجل هيعمل في الابند ايه مثلا وليكن طبعا دي في الاندكس رقم واحد دخل 70,000. لما انا اجي اقول له اف ان السيلز او برانش ناقص واحد اللي هي ايه؟ اثنين ناقص واحد بكام؟ بواحد. انا بسال على اخر قيمه هو دخلها. انا بسال على اخر قيمه هو ايه؟ هو دخلها اللي هي 70,000. هل ال 70,000 بتساوي سالب واحد؟ هيقول لي لا، فمش هيعمل بريك، ارجع تاني للوايل. وهيزود البرانش واحد، بقت البرانش بكام؟ ثلاثة. بقت بثلاثة. وبعد كده يعمل ابند جديدة. لما يعمل ابند جديدة تعالى نتخيل ان هو دخل سالب واحد، تعالى نتخيل ان هو دخل ايه؟ لا يعني. هيقول لك ان السيلز والبرانش ناقص واحد، البرانش بكام هنا؟ ثلاثة ناقص واحد تبقى كام؟
يبقى 2. يبقى هو بيسأل على كام؟ على القيمه دي، صح؟ فيقول لي ايه؟ هل السيلز اوف البرانش رقم 2 بتساوي سالب 1؟ هيقول له ايه؟ اه، صح؟ هيقول له اه بتساوي سالب 1، فيعمل بريك، فيخرج بره، فيقول لك السيلز او دوت بوب، فيقوم عامل البوب ومحاذف اخر ايه؟ اخر قيمه موجوده عندي، صح ولا ايه؟ صحيح. طب دكتور نعم قيمه، طب سيبني اكملها وبعد كده ايه؟ اتفضل. فقام عامل بوب، قام حاذف القيمه دي، بعد كده برنت السيلز هيتباع للايه؟ وارد. رغم ان هي صغيره بحجم الكود ومرتبه، رغم ان فيها فكر، صح ولا ايه؟ فيها فكر. فانا لو دلوقتي بس في 5 قلت له مثلا 60,000 سالب 1، حصل نفس اللي انا حكيته بالظبط. لو في حد ليه سؤال؟ اه دكتور، دكتور لو حطينا الكاونتر تبع البران بلس ايكوال 1 لو حطيناه اخر بعد الاف كلوز، يعني ما بنضطر نحط بالاف كلوز ماينس 1، مظبوط؟ صح، انت عايز تحط دي تحت بعد الاف، صح؟ اه عايز تحط الامر ده تحت الاف، بس خد بالك من حاجه. نعم عملت كده، زود هنا زائد 1 1 بلس 1 هي هي يعني. هي نفس الفكره، المهم انك فاهم الرقم بيتغير فين. صح، رقم بصفر ما كانش واحد تبقى تزود واحد، عايز تظبطها وبعد كده هتنقص من من الخليه. العب اللي انت اللعبه اللي انت عايزها، يعني اللي هو بتاع هو ده برضه. الناس هو بيقول كده، هيعمل كده اهو، ناخد دي كده نخليها هنا، ويبقى هنا البرانش يبقى زائد واحد، وهنا بقى السيلز تبقى مظبوطه. صحيح؟ صحيح. لان اول مره البرانش بزيرو، هنا هنقول له زائد واحد، يبقى هيقول له برانش واحد، برانش اثنين، برانش ثلاثه، ماشي صح. وهنا بقى واحنا بنسال على برانش زيرو، اول مره بنسال على برانش زيرو، لما يزود واحد ويطلع وياخد الثاني اللي هيبقى رقم واحد، ساعتها نسال على واحد، لما يزود يبقى اثنين يطلع ياخد اثنين، وكان يسال على اثنين، فماشي مش هي هي. لو جربناها كده وقلنا 6 5 90,000 100,000 سالب 1 نفس النتيجه سليمه 100% ما فيهاش اي مشاكل ان شاء الله. طيب يا شباب، طيب انا هكمل المثال بس بسيط جدا، وبعد كده ان شاء الله ببعت لكم اساينمنت اللي هو بنفس الفكره. الفكره اللي انا عايز اعملها بس ان انا عايز اجيب مجموع المبيعات، المبيعات كلها كام؟ ماشي، باي طريقه من الطرق طبعا مش فارقه، خلاص احنا الطريقه دي عرفناها، دي بلم بس القيم بشكل غير منتهي وقت ما يحب اليوزر ينهي. عايز اجيب المجموع المتوسط مبيعات كل فرع، مجموع الفروع كلها ومتوسط مبيعات الايه؟ كل فرع. هقول له طيب انا محتاج سميشن، يعني محتاج حاجه اسمها ايه؟ سميشن. والسميشن ابداها بكام؟ ابداها بزيرو. ابداها بايه؟ بزيرو. واجي هنا اقوم عامل ايه؟ السم زائد بتساوي دايما السيلز اوف برانش، يعني القيمه اللي لسه داخله طالما ما عملش بريك ضيفها لي على المجموع، وهكذا. فكل لفه يبقى يضيف على المجموع، 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 بقى معايا المجموع الكلي. يعني لو جيت عملت برنت توتال والسيلز توتال اجمالي المبيعات، صح كده؟ وما يقول له ايه؟ وريني الصمت، وتعالى نجرب. بس دكتور غير الكاونتر براند بلس 1 موقع. نعم. البران بلس 1 نعمله لو قبل ما نلعب عليه ونغيره، قبل نخلي اخر حاجه نغيره، اخر حاجه نغيره. ماشي؟ خلاص كده؟ لو جيت عملت اف 5 هنجيب ارقام سهله، اقول له 100,000 و200,000 يبقى انا كنت قلت 10,000 صح؟ بلاش الاصفار بعد النظر. اه كده 200,000
وخلاص المفروض يطلع 300,000 صح؟ قال لي الصم كام؟ 300,000 صح كده؟ طب المتوسط هو عباره عن ايه؟ افريج. الافريج هو عباره عن ايه؟ المجموعه العدد. الافريج هو المجموعه على ايه؟ المجموعه العدد صح ولا ايه؟ طبعا ممكن اعرفه ولا اعرفه هو ولا حاجه. انا جاي هنا للاخر خالص بعد ما تخلص اللوب اقول له الاي في جي الافريج بيساوي المجموع اللي هو الصم على عددهم. حد يقول لي عندهم البران برانشات صح عدد الايه؟ برانشات بس ناقص ايه؟ واحد ناقص واحد لان احنا مزودين برانش في الاخر اللي هو كان فيه سالب واحد. صحيح مزودين برانش في الاخر اللي هو كان سالب ايه؟ سالب واحد. ايه الدليل؟ نجرب. تعالى نطبع الافريج برضه. متوسط المبيعات واطبع مين؟ الافريج. ورن. هيقول لي ما اقول له مثلا ادي 100,000. طبعا 100,000 و200,000 المتوسط بتاعهم 150,000 صح؟ قلت له خلاص خلصنا. الافريج طلع غلط، طلع ب 300,000 عادي دي في جي. طيب. لان العدد هنا مش لازم ننقص منه واحد. لان خدوا بالكم هقول لكم ليه، لان احنا بنعمل المجموعه على العدد مش على الاندكس. مش الاندكس. نعم. اندكس 0 1 2 دول مجموعهم كام يا شباب؟ ثلاثة. نعم. صح؟ لما دخلت ال 100,000 وال 200,000 ايه اللي حصل؟ هو اخر الاندكس واحد بس انا عايز كلمة اثنين، انا عايز كلمة ايه؟ لان هم عددهم اثنين. فانا مش محتاج ان اطرح لان هو الزيادة دي انا محتاجها. لان انا في القانون الاحصائي بتاع المتوسط بيساوي المجموع على العدد، فالعدد غير الاندكس. فدول عددهم اللي انا معلم عليهم دلوقتي دول عددهم اثنين رغم ان هم الاندكس 0 1. الاندكس 0 1 لكن العدد هو 2. هنجرب. قلت له 100,000. انا عارف الحته الاخيره دي ممكن تلف مع ناس كتير. بس هديكم اكزامبلز ان شاء الله تحاولوا تمارسوا فيها الكلام ده. لان خد بالكم اخطر حته اللي احنا بنلعب فيها دي عشان دي معتمده على المخ شويه. يعني دلوقتي على فكره كل الامثله الاخيره اللي احنا اخذناها دي مفيش فيها معلومه جديده من ناحيه التكنيكاليتي، يعني ما اخذتوش ولا امر بايثون جديد ولا اي حاجه، ما اخذتوش اي اوامر جديده. بتلعبوا على نفس الاوامر بس بتشغل ايه؟ بتشغل مخ، هي دي القضيه. طب دكتور. اتفضل. دكتور لو استخدمنا بدل مش سم تقسيم بران، لو استخدمنا بدل حطينا سيلز دوت لان مش هاي الفانكشن الفانكشن لان تبعت اللينث ينفع تنفع لو عملنا كده طبعا تبقى ان شاء الله هي لو جيت قلت اللين اللي هي بتجيلك عدد العناصر اللي موجوده في السيلز صح هي لان ده هيطلع بيساوي ده اصلا هما ده بيساوي ده لو جربناها قلنا 100,000 قلنا 300,000 او 200,000 هيطلع لكم نفس النتيجه بالظبط في هنا غلط جابت 100,000 كانت المفروض تجيب 150,000 صح؟ ليش؟ اللي حصل؟ جاب اللينس 3 اعتبر الماينس بوب البوب معموله تحت سوري البوب المفروض بيعملها على طول بعد ال
يعني البومب بتشيل اللي هو السالب واحد الاخير. هو لازم نعمله في الايه يعني ممكن نعملها كده مثلا، ممكن نظبطها كده إلس يعني اول ما يضرب منك او اللوب يخلص تعمل ايه بوب على طول، لان هو البوب دي لازم تحصل طالما احنا، لان انا عارف اخر واحد دايما بسالب واحد، اخر واحد دايما بسالب ايه سالب واحد كله، اخر دايما واحد بسالب واحد. لو جيت عملت كده سالب واحد سالب واحد ما حصلوش بوب، عشان دايما الشرط جايب ترو. اه كويس ان الحركه دي حصلت، دايما الشرط ده جايب ترو، هي حصلت هو خرج بسبب الايه؟ خرج بسبب البريك، ما خرجش بسبب